ويكره لكم ثلاثا. صدحنا إلهي وأيدي النعي، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحال ليري يا وحو يري او وحا ويان ان صلي الراد لهين او مسلمين تبلايه دباته كدح عبوره هيا هذا الكايس كالصعده او ميل اللالية ميل وكيمد ان لا قوني نقف كفافيو الهي وايدي النعي. سؤاش فراها بضن الهي وايدي النعي اما ها اها توحا ويان بريها ضدك حول الويدي سنة هيا اما ها اها تسؤال قفكو ان الدين اهان ربين انو حق حق دون وصنكو اهين ee u farabadina haya waxa weeyaan dana kale iyo xujooyin kale uu ka leeyahay ilaahi wa idin naa wa idaa'at almal malka in la dayaco oo wada aan ilaahi raali ka ahayn lagu bixiyana ilaahi wa idin naa ilaahi wuxuu amray in la qabsado kitaabka iyo sunnada oo sida la isugu duubnaado كتابك يا سنة قبس الشدو ذا وحال لو قبسنا يا طريق ذي فهم سلف الصالح سيدا يفهمين أو قبصدين سلف الصالح وصحابتي وتابعينتي وقرون المفضلة ذاتك أهل خير كأها أون نولا سيدا أي قرآن كأفهمين سيدا السنة النبي كأفهمين وإن أنه فهم كودي أن كل سنة ee uma furno qofka umana banaana inuu yiraahdo waxaan quraanka ku fahmayaa si aynan saxaabadii u fahmin macaani aynan saxaabadii sheegin ba anigu cusub baan sheegayaa oo ka dhex fahmayaa oo ka soo saaraya oo aan waafaqsanayn fahmigii saxaabada qofka uma banaana kitaabka iyo sunnada markaa leedahay waan qabsanayaa waa inaad fahmigii saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii ahlu khayrka ahaa فهم كودي وانا فهمته ولذلك با الهي وحو ليهي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره قفك رسولك لنعمره ورسولك صلى الله عليه وسلم خلافه طريق مؤمنين تنكل احضه مؤمنين تدريقوا ذكال إحدى وحويان صحابة دي أي أقوهر يوي فهم كي توصنا أي صحابة دريقوا ذقفك كل إحدى إلهي وحو أبلا قال جهنم إنو قلي قفك إساقع ولذلك بأن النبي قال إنو وحو النوشيق عليه الصلاة والسلام وولي يهي أمضي يهود أهيد ويكلا تكتي على 71 فرقة كوية الضباطة فرقة أكلا تكتي نصارنا ويس خلافتي على 72 فرقة تضباطا يلا بفرقة اسكو خلافين وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أمدان ويس خلافي سا ويكلا تجد دونتا تضباطا يصدح فرقة اسكو خلافي دونتا ويبكب ديهن يهودي النصارى أمدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تضباطا يصدح فرقة اسكو خلافي يا أمبان نبي كلها في النار لما انتو النار تي كتشرا ونار تي لحدة أيين إلا واحدة هل مد موياني مد با كبت باليسا نبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم وحيير على الصحابة من هم يا رسول الله كوحدة بد باليسا هل كفرقاء هو كوحدة مرقاسو نبي قال ما أنا عليه وأصحابي وحا أنو ما أنت أن كسوغنا هاي صحابة يدون أي كسوغيهين قفك إلهي أقد دين ياشا أو كسوغ نادا لقن كأعان هاي سنو أي أم بابد بادي وحو نبي قلنا سي ميزان أي نو وحكو ميزانه زمن كستا إيا وقت كستا إيا وح كستا عصب أو يمادا إن لي لقو ميسامه نبي قلنا صحابة وحي أي كسوغ نايين عمل كان موافق سيا هاي مسا موافق سنة وميسان حقيقة اللب هي يقفك مؤمنك إنه كتشان قصد ما أنا عليه وأصحابي أنا جاي الصحابة ذي دوحة عن قصة قلنا هاي ما أنطي قفك كسرنا هذا أمبا بدبادة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصحابة واوين أجلة أه أيو كمدية وأنا قراء واوين يا صحابة عالم بون أها وحونا أرنجري هدان أغا هاي نين ميل شوغا وكتابك إلهي أقونتي سئي قبضا
وانتان سفر هذا سفر كاس عن كجاري كرو ونجاري لوان عادلة أيها وحولي يا الصحابة النبي جو كهالله قيمها إلى هايين وحنا أكو ختمها هي دردارا ولا دردار ما هي أمضها إمام دونا إن الصحابة النبي جو كشان قصانو أي كذا إذا وحولي يا إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد إلهي وحول ضال عضي أو أجي الدومدي سقلوب تودا مركز إلهي وحو أغادي قلبك النبي محمد إنه وفضل بدايا وونا خير بدايا فاصطفاه لنفسه وابتعثه بالرسالته مركز إلهي سبحانه وتعالى نفتي سأدارت إنه رسول نغضه رسالة دي سنة إلهي أسود دي النبي محمد ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد كذب إلهي وحو أغادي قلوب تأدومد الصهري قلبك النبي محمد مركز لغتكو فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد مركز إلهي وحود على سبحانه وتعالى صحابة النبي إليهين الضومة أقو قلوب وناكسا أقو خير بضن وحال الله وحكا صهري أيك فجعلهم وزراء نبيه ليقاتلون عن دينه مركز إلهي وحود كدقي صحابة نبي محمد إليه للصاحبان وأين نقضان وزير ديسي دين تأجوك كالمين أيه أو جرب استعجه أيه سي دين كودفاعا مركز وحيد عبد الله بن مسعود من كان مستنى منكم فليستنى بمن مات قف كي عيد كود ديانا ياها كود ديدا كود ينتي وصحابتي أيجها كود ديدا فإن الكود ينتها كود ديدا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة قف كنال وهذا شجع فتنة آمن لغة معها فتنة آمن لغة معها dadkii ayagoo jooga oo nool nabigu janno ugu bishaareeyay oo nabigu asagoo raali ka ah ka dhintay oo ayagoo wadadii nabiga hayo meelna aan ogol leexan ku dhintay oo ku tagay war ku waa ku dayda kuwa nool fitna aamin loogama aha bari baa dhici karta inuu qofkaana isbedelo ee kuwaas la og yahay inay xaqi ku barbaareen oo xaqi ay ku dhinteen ayaga ku dayda markaas wuxuu yiri Cabdullaah ibn Mas'ud رضي الله عنهم أولئك أصحاب محمد أفضل هذه الأمة كواس وصحابة النبي محمد وأمضى النبي محمد كوا أقفض لقبضه أبرها قلوبا قلبي أهان مركل يا كوا أقباره إنما بضم وأعمقها علما علمي مركل يرادان أقو حيال دير أقو باع دير وي وأقو علمي بضم وي وأقلها تكلفا مركل لي هذا استدبينا واستدبين بب التكلف وقول تكلف يروي معناها وضد قلب جود إلهي علم جو واسعي إلهي قلب جود أو سنة النبي جو قصة جي إلهي تكلف يستدبين إلهي كإلهي مركل سوحي إلى عبد الله بن مسعود اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلهي باء الضارتي نبي محمد إن الله صاحبه ولإقامة ديني دين كيسة إني أوغان إلهي بقى الضغط إلهي بقى النصيب يفرصة السيئي صحابة إني النبي محمد أركان وأي رميان وأي صفك جهاد كاللقلان وعلمك أساق أي كقاتان ووحى الله وحي أبهدان أساق أي ويديستان وأي للصاحبان نصيب أيها إلهي أسي فاعرفوا لهم فضلهم والصحابة فضلك أيدين كل يهين أقرت فضلك الليين قرت واتبعوهم على آثارهم رادت كودية آثارة صحابتنا الراعة وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم انت آد أودان كلك أو قبصدا أخلاق دودي يسير دودي صحابتا قبصدا فإنهم كانوا على الهدى المستقيم محايا لوحي كسقنايين هانون طوصن ووضع أي كسرنا يا صحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كوي هرئي كوى الضمبابة صحابة إلهي برا لك النقطة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلهي بات المامة سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلهي برا لك النقضي إلهي بأدورة النبي محمد إن الله صاحبان فهم كي دين تسيء فهمين قف كي ميل أغلى إحضائي والضلال يبادي وحاوكو سوين
ayaga raacayuu ku dayday nusoosta quraanka oo baraarujinaysa oo inagu boorinaysa inaynu ku dhagna kitaabka iyo sunnada aad bay u faaqbaantaa ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamed fastamsik billadii uuxiya ilayk wixii lagu waxyooday qabso oo ku dhag إلهي وحو لي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والراعة وحي الذي كسود تي الراعة وقرآن كريم سنة النبي فهمك صحابة الراعة والراعة حق الذي كسود تي الراعة إلهي سكديس يا قرآن كسكديس هيا لنا أولياء كوا أيدك الراعة دان أو كلا أو حق إذا كوي هيا لنا اسكا إلهي سيداسا إلهي أمر يا مؤمنين تا إنه حق الراعان أو لغو سقناده أي إلهي أمري ولذلك قفك كتابك يا سنة كتان قصد أو وحويان كدك أيها أو فرق يا جماعاتك يا أرهد يا وحا تشرون أنتو إسكد أيها عملك أو السمين يا كتان قصد وحويان كتابك إلهي يا سنة النبي وحويان قفك إساقه والنجاة وبدبالي فتن كورو وكا بدبالي إلهي سبحانه وتعالى سيداس أيون الشيء نبينا وحيري عليه الصلاة والسلام قد تركت فيكم وحان دحدي نؤغتكي ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة النبي وحان دحدي نؤغتكي هاديات قبصتان شيء هاديات قبصتان أين اللمهين وكتاب كإلهي السنة النبي محمد حديث كالإمام المسلم صاري حديث كالإمام الحاكم وحوي إني قد تركت فيكم شيئين لحدي إن وحنا قلت لك الله بشري لن تضلوا بعدهما قذلك ودم الله ميسان كتاب الله وسنتي كتابك إلهي هي السنة ضيط ويا كتابك هي السنة ضيط ويا الله أيقو الشرحان بيا الله فهمك صحابة اللي سوق قريبا بيا الله فهمك أهل العلم قايا يا الله قفكو إنو أيقا فهمه أو برطه أو كدغمه أو كدغه أيها لك الدونة يا مؤمنك ولذلك أقول لي يا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من دين الله إلا تبعا لما جاء به الرسول قفك مؤمنك وحا واجبك إنو ننكهد لشيء ديت إلهي كمذا إلا رسولك إنو كن راعي مويان ورسولك ماشو كاستاغ موقفه كاستاغ يوغيه مويان وعلمي أقول لي يا رسولك وحي أكيّن وحي الصحابة أي كيّن أهدين مركز وحي يري فيكون قوله تبعا لقوله هذا الكيس وحي نغنيا هذا الرسول كي رعصا هذا الكيس وفعله تبعا لأمري فعل كأو الصمين يانا وحي نغنيا فعل كوقة طمى النبي محمد أمر كيسي وهكذا كان الصحابة والتابعون سيدا سينا أهايين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كا مرقو كتابك يا سنة كدغو وأو قبصده وأمرو كنبت قلا ومركو كنبت قلا يا بدعادة يا الشركة يا خرافاتك يا وحى أن دينك أهين يا دينك اللي أكيسيي وأمرك وجود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سنة دي سينو بارو أوغادو ولذلك أبو لي يا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وحول لي هي لا يصلح آخر لا يصلح آخر هذه الأمة أمة دان كوة ذات ضمبي ما فيها أكسنانيا ما نفعنانيا إلا بما صلح به أولها إلا كوة هرع وحي أي كوها قاقين ميانا وحكى لكوها قاقين ميانا وما صلح به أولها كتاب الله كتاب الله وسنة النبي كوة هرع وحي أي كوها قاقين وحوها كتابك إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كوة الضمان أساسي كوها قاقية مارك علمي وإن الله يشعر انت يضع ووضضع سيضع قفك مؤمنك وكد دالة فتنك ترمانت وفرها بضان وقفك إشكال بكك قلين هي حقي ميشو تشره وقفك وريرين هي وكوحة كوحة وقار دينكم مقعاميهين وقار سياستكم مقعاميهين وقار وحويان قبيلكم مقعاميهين وكوح بوح أي هو انتهي وكوح كستعي الله ذا الدين كي يدو يدو اللوضب وأقر قارينا حقيما بادي قوبينا
فرقاس يا كوحاس قفك إلهي ربا إنو عابده ربا إنو آخرة بدباده وما باهن إنو كوحب لا يكتر صناعه وحبا هي ومقبل إلهينا آخرة ويدين مهي محا كوحب لا أقول بيريويس مال والبكوح عصب إمانيس أيان مركز اللي تشوغا وي بابا أيا كوا كلا دلانا هيا كوا كلا إمانا هيا كوا كلا إمانا هيا انتا سو أرور ديميد با سبايس ميسا كوا عصب إمانا هيا قفك مؤمن كامركا وإنو برتا دريقادو أولا معامل لها أو محايتا هاي كتابك يا السنة آمن أو كردقن وحاويان كوح يا جماعة يا فرقة منها كمن نقل باهين ومقرت وحبا هي ومقرت هذا الدين دون هين الدنيا الدنيا دون تهاي إن كوح عيسى تدبا وباهنت هذا الدين دون هين قبيل دون أعطهاي أو قبيل آثان إن كوح سبيس قبيلها وباهنت هذا تهاي كلا جو جو أضل كي يضط كنا كشقيين يس كوح إلى سبيس لا وباهنت لكن هذا ربتد آخرة إن أبد بادد الدون كاجون كوها جاجو وحبا هي ومقفتيد إن كوح بلايا يا كوح بلايا متكم إذا كبرتيد أو مالي الله مالي أنت حق أي كوعت أذقون على وعت أو مالي الله مالي أنت وحن أي كوه هذا شو أذقون على الدفاع دي وأتري هذا ماذا وفي عين وفي عين ما دام أكثر صنطه ولذلك وح أركي إذا تعصبكم يشو جاري قف ولي وكوح لو كثر سيها وح عيال ماله